يا صباح الخير، احنا جبنا اكل من ماكدونالدز وطالعين دلوقتي على الجبال والكنايس ونتفرج على الكنايس والجبال شكلها ايه في سايبرس. رايحين ترودوس، رايحين دير مارينينا، رايحين دير العازر، رايحين كذا دير كذا كنيسة، هتعجبكم جدا. خلوكم معانا بقى وتفرجوا على اللي هيحصل. الكوسية اللي فيها كنيسة العازر، بلد تعتبر تاني أكبر بلد هنا. أفرقوا عليها كده شوية، البحر هناك أهو. هنا كده داخلين ندخل من البوابة بتاعتهم. Danno e ancora può essere fatto, cioè ancora peggiore diciamo, perché possono mettere contro, cioè, i contadini, comunque la gente in campagna sulle montagne. Soltanto che qui è questa bottega di Larnaca che ha avuto questa idea. اللي شفناه شوية ده كان العظم بتاعه، ودلوقتي دخلنا دي المقبرة بتاعت العازر، كان مدفون هنا المفروض. البحر بتاعهم في ترعة المحمودية بتمشي 2 كيلو لغاية ما توصل للشط. كده القلعة، هي دي البلد تعتبر، هو شارع واحد وكم شارع جانبي كده، مفيهاش أي حاجة تعمل قوي يعني. ونكمل فور ده في القلعة الجميلة، ده جامع لذيذ. وهنا الهدوء اللي حلو. كده بنفرجكم على البلد من فوق.
دي الحتة اللي كانوا بيشنقوا فيها الناس. مساء الخير. ده بلد في سايبرس اسمها كابريس، ده دير مارينينا جوه الجبل. هذه الراهبات في صلاة بين دلوقتي على ما اسمع يعني. دي كنيسة الصليب المقدس في الجبال بتاع ترودس.
دي حتة جميلة جدا بس صعب الوصول ليها، شارع صعب قوي توصل له، مداء حاجة صعبة كده. وبعد ما مشينا لقينا الايه، ناس قاعدة بتصطاد جوه هنا في الهدوء التام ده.